الحصاد الاقتصادي من القدس دوت كوم رام الله فلسطين، أهلا بكم. قال وزير الزراعة وليد عساف إن الأمطار التي هطلت مؤخرا على الأراضي الفلسطينية أنقذت موسم الشتاء في فلسطين الذي شهد حالة من الانحباس في الأمطار هذا العام لمدة تجاوزت 70 يوما متواصلا، ما تسبب بخسائر متوقعة تصل إلى 40 مليون دولار، فيما بلغت نسبة الهطول نحو 75% مقارنة مع موسم شتاء العام الماضي. شكك محللون من صحة الأرقام التي تفيد بارتفاع نسبة الصادرات الإسرائيلية إلى أوروبا رغم اتساع رقعة المقاطعة الاقتصادية للمستوطنات، وأظهرت أرقام وبيانات صادرة عن المكتب المركزي للإحصاء الإسرائيلي ارتفاعاً في حجم الصادرات الإسرائيلية خلال شهر شباط الماضي نحو دول الاتحاد الأوروبي. أظهرت بيانات وأرقام صادرة عن سلطة النقد الفلسطينية تراجعاً في ودائع العملاء رافقه انخفاض في موجودات المصارف خلال الشهر المالي الأول من العام الجاري، وتراجعت ودائع العملاء بقيمة 36 مليون دولار خلال كانون ثاني الماضي مقارنة مع كانون أول الفائت، بينما تراجعت الموجودات بقيمة 42 مليون دولار. بدأ وفد ألماني بزيارة رسمية إلى الأراضي الفلسطينية للإطلاع على آخر المستجدات المتعلقة في مدينة جنين الصناعية شمال الضفة الغربية، والتي قدم لها دعماً مالياً وقرضاً ميسراً للحكومة الفلسطينية لاستكمال إجراءات بنائها. ويذكر أن المدينة الصناعية تشهد جدلاً بشأن تعويض أصحاب الأراضي التي استملكتها الحكومة لإكمال بنائها. نهاية الحصاد الاقتصادي، شكراً لمتابعتكم وإلى اللقاء.